السلام عليكم. في حاجات كتير بتقابلها في الحياة، والحاجات دي بتأثر عليك بشكل سلبي. ان انت مثلا طلعت من علاقة فاشلة، او ان انت خسرت مبلغ كبير من المال، او ان انت تركت مثلا الوظيفة اللي كنت انت بتشتغل فيها، او شخص مثلا فقدته وتوفى، وحاجات كتير قوي بتحصل في الحياة بتخليك انت يحصل لك صدمات. الصدمات دي بتيجي بناء على ان انت ما بتتقبلش الشيء اللي حصل لك ايا كان ايه هو. والغريب في الموضوع هنا بالنسبة للشخص اللي بيفكر بالشكل ده، ان الحياة برضو مستمرة. لو انت حزنت، لو انت فرحت، برضو الحياة مستمرة. فلو جيت فكرت فيها بشكل عملي، ان انت الحياة مستمرة، اكيد انت بتزعل شوية وبتحزن شوية، انا فاهم الكلام ده كويس، لكن لازم تتقبل الامر اللي حصل لك وتطلع منه. طلوعك من الموقف اللي حصل لك ايا كان ايه هو بيخليك تبقى اقوى، وبيعلمك ازاي ان انت تقدر تعتمد على نفسك وتقدر تتصرف بعد كده في اي موقف يحصل لك. في حاجات بتبقى خارجه عن اراده الشخص، وده طبيعي، زي مثلا موت شخص عزيز بالنسبه لك مش تقدر تعمل فيه حاجه. لكن لما تيجي تفهم وتبسط الموضوع وتعرف اننا مثلا كلنا هنموت في يوم من الايام، وان انت ممكن تقابله في حياه تانية، ده بالنسبه له يكون بالنسبه لك انت يكون شيء افضل ويكون شيء احسن ويهون عليك. فحاول بقدر الامكان ان انت تهون على نفسك الاشياء عشان انت ترتاح، لان انت ممكن تكون قاعد في وسط ناس كتير قوي، وبعدين الناس اللي حواليك دي كلهم مبسوطين وسعداء، وانت الوحيد اللي مش مبسوط، وانت الوحيد اللي مش سعيد. فبالتالي انت ليه بتضيع وقتك؟ لازم تفهم كويس قوي ان الحياة مستمرة بيك او من غيرك. تقبلك لاي امر بيحصل لك ده في حد ذاته نجاح، لان بيخليك تشوف حاجات تانية مختلفة في الحياة وتقدر تتحرك ليها. لكن عدم تقبلك للشيء ورفضك للشيء بيخليك تعيش في نفس الدائرة، وتخلي الدائرة تتكرر وتتكرر وتتكرر، وتلاقي نفسك انت عايش وتقول هي ليه الحياة مش كويسة، هي ليه الحياة ماشية معايا بالعكس، عشان انت مش متقبل اي شيء. اي حاجة بتحصل لك بتقول اشمعنى انا، اي حاجة بتحصل لك بتقول ليه ما حصلتش الفلان وليه ما حصلتش الفلان. لكن تقبلك للامر بيخليك تكون انت قادر تتحكم في مصيرك، وقادر تغير حاجات في حياتك. زي ما قلت، الحاجات الطبيعية اللي بتحصل زي الموت ما بتقدرش تتحكم فيها، لكن تقبلك للامر نفسه بيخليك تقدر تشوف ان انت لو في شخص تاني انت خسرته، او شخص تاني اختفى من الحياة توفى، هتلاقي نفسك انت هتقدر تكمل حياة. اغلب الناس اللي بيحصل معاهم المواقف دي لما بيقدر يخسروا احد الابوين، الاب او الام، بيتصدم، وبعدها بفترة الاب او الام برضو بيموت، فبالتالي خسر الاثنين، فبيتصدم اكتر لانه هو كمل حياته عليهم. جميل قوي ان انت تحفظ ابوك وامك، لكن اللي مش جميل لو هما توفوا انت تتدمر وحياتك كلها تتغير. طب ليه؟ لان ده شيء مسلم بيه، لان كلنا هنتوفى. ونفس الشيء في الفشل، وهو مش فشل، بيبقى اخفاق، ان انت اخفقت في شيء ما، سبت وظيفة معينة، كان معك مبلغ مال وخسرته، كل الحاجات دي تقدر تعوضها. الدنيا موجودة مليانة خير، بدليل ان هو ربنا هو اللي جايبنا. لو في حد تاني غير ربنا هو اللي ماسك الكون ده، كان ممكن اقول لك مفيش خير في الدنيا، لكن لا، في خير. لما تيجي تقول الحياة اتغيرت او كده، هي مش الحياة، هي الناس اللي اتغيرت، او نفوس الناس اللي اتغيرت. ما تكونش انت من ضمن نفوس الناس اللي اتغيرت للشيء السلبي، خليك من ضمن نفوس الناس اللي اتغيرت للشيء الايجابي، وافتكر ان الحياة مستمرة، وممكن انت تبقى افضل وافضل وافضل. سلام.